صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم سنناقش فيها ونحلل فيها أحداث مباراتي دور الثمانية ولأغلى البطولات ما في شك بطولة كأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وطبعا المباراتين اليوم العربي والسالمية والكويت وكاظمة مباراتين من العيار الثقيل راح نناقشهم مع ضيوفنا ومحللينا اللي متواجدين معنا اليوم. على اليمين نبارك له طبعا الدكتور جاسم الهويدي، بجانبه ايضا نبارك له الحارس السابق كابتن شاب كنكوني، وعلى اليسار الخسرانين نقول لهم هار لك خسرانين على جنبي على جنبي اليسار مقصوده كنا مجريده، وان شاء الله راح ينضم لنا بعد شويه الحارس السابق ايضا كابتن عبد الله عاشور. نبارك بالتاكيد لمجالس اداره الناديين كاظمه والسالميه وجماهيرهم ولاعبينهم وجهاز فني واداري، ونقول هار لك للعربي وايضا الكويت. خلونا نبدا حلقتنا بمباراه كاظمه، بس قبل لا ابدا ايضا لا انسى نبارك للرياليه ما في شك، يعني تهنئه بالفوز بالدوري وامر طبيعي كان متوقع ومستحق ما في شك. نبارك لجماهير الملكي وهار لك لبقيه جماهير بقيه الفرق، نقول جود لك للرياليه جميعا في الكويت وخارج الكويت. ايضا ابارك لجماهير سيراميكا اليوم، انا سعيد جدا يعني ابارك لهم المستوى اللي ظهروا فيه واقول لهم هار لك على النتيجه. صراحه كان مفترض الفوز لهم، لكن يعني الحكم كان وده ما يصفر لما يقول الاهلي، هذا امر طبيعي يعني هذا تعودناه من فريق الكومبارس، لازم مساعده يعني مساعده ماني قايل. عموما نقول جود لك لسيراميكا وفرحانين بالتأكيد سعيدين اليوم سقوط الأهلي، ويعني انتصار غير مستحق كالعادة الأهلاوية وربع مبارك الدوسري، أو النقاط اللي يحصلون عليها دائما غير مستحقة. الهلالية تقول الهلاوية الأهلي اليوم الأهلي المصري لا المصري اوكي يبال تقول لا عيل عيل سيراميكا ربعك خالصين منهم ما خالصين منهم عيل مطعم شو اسمه التسعينات ما راح يجي شيء في اليوم السبعينات موجود عم عبدو موجود عموما نبارك لانفسنا ايضا بالتاكيد سقوط الاهلي اليوم، وان شاء الله دائما السقوط يتوالى ان شاء الله ويكون متتالي. خلونا نروح حق اول تغرير، مباراه الكويت وكاظمه بالتأكيد مباراة لأن بدت أبشر، لأن مباراة كاظمة والعربي أو العربي والسالمية تأخرت بسبب سيارة الإسعاف. عموما خلينا نشوف تفاصيل هذه المباراة مع فهد الصلاة. قمة الدور الربع النهائي في بطولة كأس سمو الأمير جمعت الكويت وكاظمة على استاد صباح السالم. كاظمة منذ البداية هدد مرمى الكويت عن طريق سلاح التسديد، لكن حميد القلاف ببراعة ينقذ مرمى. ديمبلي يسقط بالمنطقة المحرمة يطالب بركلة جزاء، والحكم نيكولا يشير باستمرار اللعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. مع بداية الشوط الثاني مهدي بالرحمة حاول من تسديدتين، الأولى ذهبت خارج الملعب والثانية أبعدها حسين كنكوني إلى ركنية. قلطة الشاطر بألف، حميد القلاف يقع بالمحظور وأحمد العرسان يسجل هدف قاتل بالثواني الأخيرة. بندر بيلعبها لكن تطول أقرب إلى حميد القلاف، فترة عرسان حطه بالجول الله الحمد لله رب العالمين أفضل من ربنا، يعني كل شيء بتوفيق رب العالمين. طبعا تعرف الكويت أخذ من الدوري منافسة شرسة، فأقل ما فيها أنه مباراة ترد اعتبارنا أنه إحنا برضو فريق السنة هاي مكنا سيل زي ما بيحكوا الناس، أثبتنا الجميع أنه فريق كاظمة قادر، إحنا قاعدين نبني فريق لقدام راح تصير أمور أطيب إن شاء الله. طبعا تعرف استمرارية دائما لازم، أول شيء تطلع شوي 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 مناش تطلع درج مرة واحدة، خلصنا مباراة اليوم نفرح اليوم بكره نفكر بالمباراة الجاية ان شاء الله. في وجهة نظري ان الكاظمة هو اللي تسيد على مجريات المباراة، اجبر لاعبين نادي الكويت ان يلعبون الكرات الطولية، هذا في وجهة نظري ان اجبرتهم ان يلعبون الكرات الطولية. كنا نستحق، اتوقع اليوم حمد الله توفق صد كم كرة زين، ولكن
أخطاء في الأخيرة. ما أبي أتكلم، يعني كل إنسان يخطئ أو ما حالف الحظ يمكن، أو يمكن كان في سوء تقدير يمكن، ولكن الحمد لله هو كان موجود داخل الملعب وقدم مباراة كبيرة. يعني لولا حميد اليوم كان أنا أقول 2-3. نقول الحمد لله على كل حال. نادي الكويت اليوم نافس في هذا الموسم على جميع البطولات، عنده أعداد من شهر 7 الماضي إلى اليوم قاعد تتكلم، يعني اللي بلوم اللاعبين 1% أو الجهاز الفني أو الإداري، يعني أعتقد أنه هو يمكن مو متابع الفريق بشكل كبير. نقول الحمد لله على كل حال، شكرا للاعبين، شكرا كبيرة جدا للاعبين والجهاز الفني والإداري، ما قصروا. كتيبة الصربي ماركوف تطيح بحامل اللقب الكويت، وبات على بعد خطوة واحدة للوصول إلى المباراة النهائية بهدف لأحمد العرسان بالثواني الأخيرة من المباراة. كاظما يقص الكويت ويصل إلى الدور نصف النهائي ليواجه الفحيحيل بأغلى البطولات. فهد الصلال لبرنامج الديربي. شكرا اخوي فهد، مره اخرى قلت لك لكاظم هار لك الكويت. ارحب بكابتننا ايضا عبد الله عاشور وعبد الوهاب، نقول له هار لك الخساره. سامحونا على التاخير، الاسعاف ما وصل. جاي بالاسعاف؟ لا قال طلع الاسعاف، ما تاخرنا عشان انت جاي بالاسعاف. قال طلع الاسعاف للاستاذ، ناطر الاسعاف تطلع بعدين. عموما خل اروح حق الفايز ابو احمد. مبروك ابو احمد. الحمد لله رب العالمين. تستاهلون. الله يسلمك، تستاهل الطيب. الحمد لله رب العالمين، يعني قلت لك لجميع اللاعبين على هذا الفوز، على رأسهم رئيس النادي أسعد البنوان، ومن السر يوسف بسكندر، ورئيس الجهاز فواز بقيت، وأعضاء مجلس إدارة، واللاعبين الأبطال. الأمانة كاظم قدم موسم مميز، على الأقل الكرة اليوم انصفته، حتى لو كان بالدقيقة 95 تأكد كرة القدم تحتاج للحظ، إذا ماكو حظ ما تحقق نتيجة، وهذا اللي الحمد لله الحظ حالفنا في الدقيقة 95، مع أن كاظمة ترى أضاع فرص يعني محققة لولا حميد القلاف في الشوط الأول في تصدية لهجمتين، فتأكد يعني الحارس له دور كبير، رغم أنه أخطأ في الهدف، فهذا طبيعي يعني كل حارس يخطئ، ولكن كاظمة قدم مباراة طيبة، لعب بأسلوب جيد، لعب طريقة لعب 4-5-1، تتغير 4-3-3، هجمات مرتدة، أسلوب اللعب دائما المدرب يتميز في أسلوب اللعب المرتد السريع. ففي الشوط الثاني حاول انه يغير مفاتيح اللعب، دخول حبيتر وبندر بورسلي، يعني شاف ان ناصر فرج وصيصه ما كانوا يقدمون المستوى المأمول منهم، تاكد كل لاعب يتفاوت من مباراه لمباراه ما يقدم المستوى المطلوب. بندر وحبيتر الامانه غيروا وجه الفريق، هذا ما انتج على فوز كاظمة، مبارك لهم صراحه ابطال. وهذا يعني اتمنى يعني كاظم طلع افضل فريقين، القادسيه والكويت، يعني الكويت بطل الدوري والقادسيه يعني غني عن التعريف، حتى لو مو القادسيه الاولي، لكن كاظم الحين انت مطالب وجميع اللاعبين انك تحقق هذه البطوله، مع احترامي لجميع الفرق، وكل فريق مطالب، السالميه مطالب، النصر مطالب، حتى في الحين مطالب انه يوصل للنهائي ما دام وصلت لدور الاربعه. بسعيد، فانت مطالب يا كاظمة على المستوى اللي قدمته. كاظمة ترى بسعيد مميز بجميع الالعاب هالسنه. نعم. كل البطولات لعب نهائيات. نعم. فاتمنى كاظمة ان شاء الله في مباراه القادمه مع فحيل انه يدخل في تركيز عالي. نعم. ويقدم المستوى المطلوب، والاهم لا تدخلون اللاعبين بضغط نفسي مثل المباريات اللي فاتت. طيب. خلوا اللاعبين مثل ما هم، وان شاء الله فالهم ان شاء الله النهائي معنا. وش يريد؟ ليش خسر الكويت؟ اشياء بالبدايه وسعود احب ابارك حق نادي كاظمة، رئيس النادي وجهاز فني وطبي واداري ولاعبين وجمهور نادي كاظم، اقول لهم مبروك وتستاهلون الفوز. ولكن احنا خسرنا، شوف هي هذه مباراه كؤوس يا مسعود، ولا بد ان الفريق يخسر، يعني هذه كره فايز وخسران. ولكن هي المباراه اليوم انا يعني اعتبرها متوسط الفني، يعني متوسط، يعني اللي شفته انا يعني ما في ذاك المستوى. ولكن ليش ما في مستوى؟ لان كل فريق يفكر بالفوز، لان هذه مباريات كؤوس كؤوس، يعني انا ابي افوز، ما انظر حق المستوى انا شنو العب، شنو انا العب، ولكن افكر بالفوز. ولكن اليوم الكويت شفت، ما انا مو هذا الكويت، وما فيتنا يعني مثل ما تقول، يعني ما شفنا فرص يعني ضايعه، ولا شفنا يعني هجمات يعني حلوه، ولا شفنا يعني مستواهم اليوم كان واجد جدا 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 متواضع. نادي الكويت احس ان اليوم نادي الكويت داش ما يبي الفوز،
يعني على اللي شفته أنا في المباراة ما يبي الفوز. نعم. يعني دائما راد ورا يعني أنت مفروض ويا كاظم أنت توقف. بس يختلف معك مش ريدك بالكويت كان زينين. أوكي أنا زين شو شنو هجماتي الخطرة على الجول؟ عطني في كاظم كان أخطر على لا كلام صحيح يعني صحيح فرص. لا لا يكون فرصة فرصتين عزيز يعني بتشوف الفرص فرصة فرصتين يعني لا أكثر ولا أقل. ولكن نقول إحنا هذه كرة القدم فايز وخسران ويستاهلون كاظم يعني ناس كاظم يعني نادي جاي يبي بطولة لأن مستوى كاظم السنة غير سنين اللي طافت. نادي كاظم إن شاء الله يعني حتى بالدوري كان منافس قوي وكان متصدر من بداية الدوري إلى آخر الدوري آخر لعبتين آخر لعبتين يعني مثل ما تقول فقدوا الدوري. ولكن أنا أقول كاظم يستاهلون اليوم الفوز وإن شاء الله فالهم كأس الأمير إن شاء الله. طيب بو عبد الوهاب أنا من أدري أنت بس لا يسأل محمود إن شاء الله السالمية لكن تكلم اليوم دكتور طرق لي لجزئية مهمة قال اليوم شيء طيب إنه خروج العربي خروج الكويت يعني على الأقل نشوف بطل جديد لكأس الأمير نشوف صحيح. بطل جديد للدوري مثلا نشوف فاليوم كأس الأمير راح نشوف بطل جديد غير 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 العربي غير الكويت غير القادسية. أنا بداية أبو سعود صبح بعد ما نقول الناس يصبح على نجوم الكرة الكويتية يعني الله يسلمك يمين النحلة لسعها ذكر ليحين بالثمانينات حبيب حبيب وحمود هداف شاب من حراس المميزين بالدوري يعني اليوم أشكر تنظيم الجميل بالرياضة عندنا بالكويت اللي على إسعاف خلونا نشوف مباراة وتأخرت مباراة صح. فاليوم أنا من بداية المباراة كنت بتكلم عن مباراة كاظم والكويت من بداية المباراة قاعد ألاحظ هناك ند قوي بنص الملعب كان في أسلوب جذب وشد يعني حتى أنا أشاطر التفكير ويا الكابتن الشريد يعني إن ما شفنا مستوى كثر ما في التحامات قوية يعني لاحظناها بالمباراة يعني هو خير دليل. أنا صراحة شيد بلاعب نادي كاظم حربي يعني الصراحة اليوم يعني انت قاعد تقول عبد الله غانم بعد لا لا انا اقصد على حمد لان انا لاحظت باللعب يعني تقعد تلعب أربعة لاخر اللعب يعني تشوف انه هو اللاعب ذكرني فواز بخيت بزمانه قاعد يغطي مرحله النص يلعب مكانه والرياضه يعني وكره القدم وكلنا نعرفها وقفت على الاخطاء صح. يعني اليوم خطأين يعني لا الدفاع ساند الحارس ولا الحارس ساند الدفاع والخطأ تولد له هدف فكانت المباراة واصلة إلى مرحلة إضافي وضربات جزاء يعني مبين من اللعب لأنه ند بين الفريقين يعني حتى اللاعب الجيد بنادي الكويت استبدل اللاعب التونسي بس كانت المباراة تحت سيطرة نادي كاظم لو تلاحظ أسلوب اللعب كان كاظم مو بأنه مهارة وباص فطريقة التكتيك اللي كان قاعد فيها أنا هذا اللي شفته على بس مبارك. أنت اضطررت التنظيم أمر طبيعي تتأخر سيارة إسعاف يتأخرون الشرطة أمر طبيعي مسعود أنا ما تسوي من الحبة قبة لا أنا بسوي من الحبة قبة ليش لأن يوم كنت أنا مدرب يعني كنت لاعب وصرت إداري طلبوا منا الهيئة إنه لازم تصير إداري بدورة يصير عندك دورة يوم يابوا الدورة أنا واحد من الناس اللي ضد الدورة قلت شنو دورة بس يوم قعدت الدورة استفدت الشغلة طلعت مرحلة إنك تشكل جهاز إداري وفني ولاعبين كقطاع مرحلة يسمونها جيم يعني الألف هي أول شيء منشآتك شلون تنظم الملعب لازم يصير في تنسيق بين الوزارات يعني إحنا كنا عبالنا بس تعال كرة قدم حط الكرة لا مو موضوع يعني طيب. الجهاز الفني والإداري هذا تنظيم أخير إحنا أساسيات وشلون بنأخذ الرياضة لقدام راح نتعب كذي على هالأمور طيب. دكتور مفاجأة كان بالنسبة لك خروج الكويت لا مو مفاجأة لا قبل لا تشوف مباراة يعني دوم تكلم عن يعني لما قالوا لك والله الكويت خسر تفاجأت ولا لا هو ما ما ماكو مفاجأة أساس تكون بالصورة لأن الكويت قدم مستوى طيب بهالموسم وكاظم قدم مستوى طيب وبالتالي كان اللي يفوز هو لحق بهذه المباراة هذه على قولتهم منطق كرة القدم اليوم بطبيعة الحال حساسية الدوري طغت على هذه المباراة أيضا صح. يعني كاظم كان جاي ايضا جاي بيعوض لان خسر الدوري باخر جولتين الكويت يدري ان خصمه قوي بنفس الوقت كان هذا كان هو الند يعني باله هذا هو الند واضافه على ذلك ان مدرب نادي كاظم دارس الكويت عدل يعني اليوم شفنا تنظيم من فريق نادي كاظم شيء صراحه يدرس يعني انت تشوف الخطوط لما تكون الكره عند نادي الكويت تشوف لاعبين كاظم كلهم نص ملعبهم
بالتالي يلعبون مرات في تنويع بالهجمه على الاطراف، هجمه مرتده، كانوا هو عندهم الرغبه بالفوز. ولكن هي المباراه ان شنا كاظم سجل باخر الدقائق، تقول والله انه ممكن كانت رايحه حق التعادل وممكن ضربات الجزاء، ولكن المباراه كانت فيها سجال صراحه من نادي الكويت ونادي الكاظمه. يعني ناس ما تفضل اخوي عبد الوهاب، يعني تاخير الاسعاف اعطانا ان احنا نشوف شوط كامل حق 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 مباراه كاظمه والكويت. ولكن بنفس الوقت نقول مبروك مجلس إدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين لنادي كاظم، ونقول هارد لك لنادي نعم. الكويت، مجلس إدارة ولاعبين وجهاز إداري وفني. طيب نقطة أبو مسعود، نقطة يعني مهمة، يعني اليوم نادي كاظم ما هي مفاجأة أن يطلع نادي الكويت. نعم. يعني من بداية الموسم أعطاك وجه جديد، فريق قاعد ينافس، يعني صارع من بداية الموسم، يعني أوكي تعادل مع فريق، يعني قبل أنا أقول لك يا كاظم كانت عنده مشكلة. هي مباراة يعطي مستوى عالي، هي مباراة ينزل مستوى، هالسنة لا أشوفه تدريجي قاعد يصعد متماسك. نعم صحيح. متماسك، يعني أول مرة يتماسك نادي كاظمة من 5 سنين اللي فاتت. صح. كان يلعب ترى يفوز لعبة لعبتين ثلاث يخسر، بس لا الحين في حتى هبوط مستوى يصير بمباراة مباراتين. فاليوم يعني أحقية كاظمة بالفوز مو شيء مثلا والله مفاجأة حق نادي الكويت، لا من الفرق الأربعة اللي نافست واللي عطت جو انه في روح منافسه، ما في الفريق الاوحد. انتهى الدوري الكويتي، لازم الكل يعرفه، مهما تجمع نجوم في فريقك ترى انتهى الفريق الاوحد، في فرق قاعد تنافس، وصلنا لخمسه والفضل يرجع الى دوري الدرجتين، لا نرجع حق دوري الدمج رجاء، لا يرجعوننا حق دوري الدمج يضيعون التعب. كاظم رجع، العربي رجع السنه، نعم. سالميه قاعد يرجع، نعم، والقادسيه اذا رجع تاكد انه راح تكون منافسه اشرس، لان ما انحصرت المنافسه السنين اللي فاتت بين بنو القادسيه الكويت. فتاكد هالفرق هذه تراجعت كثير، لان كانت في مرحله انتقاليه. سالميه كذلك كملوا اللاعبين لاخر شيء، يدري محمود احنا كاظمه نفس الشيء، المرحله انتقاليه تحتاج وقت. كذلك العربي سنه من السنين لعبت بالمحليين، بنيت لك منظومه، بنيت لك فريق، عرفت شلون؟ فعشان كذي انت حققت الدوري. فالمنافسة والرجوع هذه الفرق تأكد إنه راح يكون الدوري الموسم القادم أشرس إن شاء الله. كلامك سعود، بس أنا عزيز في عندي كلمة، يعني ما نبي نبخص بحق اللاعبين اللي تعبوا طول الموسم، أقول لهم يعطيكم العافية وما قصرتوا، وأشكر جهاز فني وإداري وطبي على المجهود اللي قاموا فيه طول السنة هذه وما قصروا. وإحنا نقول الحمد لله أن أخذنا بطولة الدوري، يعني عوض يعني أخذنا بطولة، إحنا ما طلعنا يعني بدون أي بطولة. نعم. بدون أي بطولة إحنا أخذنا بطولة، مهما كان إحنا نشكرهم وقولوا مشكورين وما قصرت الموسم إن شاء الله، وإن شاء الله ورانا الموسم الجاي إن شاء الله. وعندي كلمة أحب أقولها أو رسالة أوصلها حق أخوي حميد القلاف. حميد القلاف أنت لاعب كبير وصار لك سنين في الملاعب، ولكن الحركة اللي سويتها اليوم مو مقبولة منك كلش. على الأقل احترم جمهور نادي الكويت، جمهور نادي الكويت هذا وقف وساندك سنين من ضمن أنت حق نادي الكويت وهو قاعد يساندك يا حميد، ولكن اليوم حركتك اللي سويتها غلط غلط غلط. وانا يا حميد انا عن قرب معاك وعرفك وعرف اخلاقك، ما تطلع منك هذه الحركه اللي سويتها حق جمهور نادي الكويت. انا لو انت لاعب توك ما يخالف اقول، بس ولكن انت لاعب عندك خبرتك ما يخالف، اعرف شلون اتعامل مع الجمهور. لا تنسى هذا الجمهور تعب ووقف وياك، انا اعتبره لاعب رقم 12، ولكن الحركه غير مقبوله منك يا حميد، لازم انت تراجع نفسك ولازم تسيطر على اعصابك. والجمهور ما قصر وياك، ما قصر وياك الجمهور، ما قصر وياك يا شريدة. شريدة أنا كلمت حميد، كلامك صحيح وأنت إحنا ما نعلم، يعني العين ما تلا الحاجة، أنت لاعب كبير وما يحتاج، ولكن أنا حميد أخوي الصغير، يعني أنا كنت أوجهه، كنت أكلم مثل ما كان يوجهونا قبل، حتى عبد الله يوجهني، حسين شيمي، الشباب سمي سعيد رحمة الله عليه، ترى كلهم كانوا يوجهوني، فكنت أوجهه على طول. شلت التلفون قلت له حميد ترى تصرفك خطأ، قال لي يا شهاب قسما بالله العظيم لو يقولوا لي اي شيء سبوا والدتي واهلي وامي بالعنايه. الجمهور ما يدري ترى هم هذا انسان، في ناس طلعت من الملعب، في ناس بكت، في ناس تبدلت، كل فعل في رده فعل، خطا شويله الجوتي خطا بشريده خطا، ولكن اتحمل وامسك اعصابي الكلام ياما احنا لا توصلون للام لا توصلون للاهل والله ابو شريده مهما كان هذا جمهور في الصغير في الفاهم وفي الغير، فصارت في رده فعل امه بالعنايه، الناس تدري امه بالعنايه، بس ما انت تدري. حركتك بالتلفزيون والناس كلها شافتها، هذه نهايتك يا حميد، انت هذه نهايتك، يعني مثلا انت يبي لك سنه سنتين خطا بهاللحظه هذه تسوي هذا الشيء، انت تاريخك هذا كله انمسح.
الناس ما ترضى عليكم. يعني مو بس انا اقول لك جمهور الكويت، يمكن في ناس تشوفها تشتمز من هذه الحركه. حركه غلط. نعم انت كبير وانا اعرفك ان انت اخلاق كبيره وتتحمل. طيب. ولكن ليش البدايه، ليش اليوم بالذات ما تحملت هذا الشيء؟ انا اطلع واهد الجمهور. ممكن الجمهور اذا كان غضبان يطلع منه اي كلمه، مثل ما قلت لك في جمهور مثقف في جمهور غير مثقف. صح. وهذا في كل الانديه، في جمهور صغار في جمهور كبار. الكبار يمكن مثقف، يمكن يطلع من الجمهور الصغير اللي مو فاهم ولا مثقف. طيب شوف انا يمكن تعليق انا يمكن يعني ما ابغى اتطرق بس بدام هيات، يعني انا يمكن حميد القلاف كنت وكيل اعمالها يعني. يعني لاعب خلوق والنعم فيه محترم. انا يبقى رساله انا اقول لك وكلامك انا اشيد عليه حميد، هاي رساله موجهه احنا كلاعبين وما شاء الله الكبار. انا اصغرهم طلع تشوف اللحيه بيضاء. لا لا بس على نفسك، انا صغير، انا اكبر من انا صغير حبيبي، انا صغير هنا. ارجو ان يعني ما يخالف كلنا ترى جمهور. اذا تبي انت قاعد تقول نشوف جمهور الكويت، تعال شوف جمهور العرب والقادس، يعني النادي اكبر. جربت جرب كلنا جربنا يعني جمهور حتى المنتخب. صح. يوم يرفعك فوق يوم ينزلك تحت، خلاص سكر اذنك واطلع. يعني الناس شوف انت يمكن خوش كلمه قالها كابتن يعني الشريده، قال لك انت اخر الموسم، يعني الناس تبي تذكرك باحسنه، ما يخالف تنرفزت وهذا، طلع حرتك برا لما تطلع برا الغرفه، لما تدش خلاص سكر قدام الجمهور. انت ما تدري الناس شنو قاعد تفكر. هاي رساله لنا يا كابتن حميد، انت اكبر من هالشغله اللي سويتها، وان شاء الله ما تكون مقصوده. وحتى الانسان اللي مثلا الحركه اللي سواها ترى اسمح لنا، ترى يمكن هذا ظرف، يمكن كابتن شاب قال لنا يا ظرف والدته الله يشفيه. والله بالعنايه هذا لازم يتحمله، لكن اللي صار خطا ولازم يدارك هذه الاخطاء، لانه هو لاعب كبير، هو مو لاعب صغير، ولازم يعرف شلون يتعامل. طيب هنا لازم يعرف شلون يتعامل. لحظه قبل ما تروح، تفضل. انت قلت حق ابو عبد الوهاب مساء كان امر طبيعي سياره الاسعاف تتاخر. اي يعني امر طبيعي. لا يعني لا مو طبيعي، مو طبيعي. لا مو طبيعي. تكلمت بحلقه سابقه ايضا لما ما نقلوا الثالث والرابع لسمو ولي العهد، وقلت يا جماعه هذه البطولتين، بطوله سمو ولي العهد وسمو الامير، لابد انه يكون لها تفاصيل دقيقه ونحافظ على جماليتها كبطولات، مو دوري. لو هذا الامر صار بالدوري ما عندك مشكله، ولكن ما يصير بطوله حضره صاحب السمو الاسعاف تاخر ساعه الاربع، ما يصير. امس مباراه المعلق معلق بالممر، ما يصير يا جماعه، ما يصير اصلا، ما يصير حتى حق الجمهور الخارجي لهذه البطوله بالذات. صدق والله عزيز، وبالتالي لازم على المسؤولين. انا اقول لك اهميه، انا اقول لك يعني لو كنت انا صاحب قرار اقسم برب العباد مراقب مباراه السالميه والعربي، حبيبي تقدم استقالتك انت وتوكل على الله تروح تقعد بيتكم. هاي الاغلاط ما تصير. اللي صار مباراه اللي علق لحظه مباراه السالميه محمود يحضر محمود. لا لا محمود لا تقول لي يحضر، ما لك شغل بالامور. مراقب مباراه يا ابو حمود، مراقب المباراه او الاتحاد الكويتي هو المسؤول عن هذه المباراه. لا تحمل مراقب، مفروض الاتحاد او نادي كاظم هو اللي راسل، مو المراقب. مو المراقب هو اللي راسل الداخليه، راسل الصحه، مراقب مباراه. خلني اقول لك طال عمرك، مراقب المباراة والاتحاد هم مسؤولين عن هذه البطولة. قول الاتحاد، قول المراقب يكون إدارة ثلاثية. إدارة الثلاثية لإقامة مباريات حضرة صاحب سمو ولي العهد هي وزارة الداخلية والصحة. كلام صحيح. والاتحاد الكويتي، هذيل الثلاثة أشياء فيهم تنسيق. أوكي. ما يصير أي المباراة. مسؤولية. يعني اليوم منو طاح؟ لا اليوم مباراة سالمية منو طاح؟ هي مسؤولية منو؟ لا مسؤولية الاتحاد. بس الاتحاد. وزارة الداخلية. يعني المراقب ما له شغل. السؤال المراقب مثل. يعني المراقب ما له شغل. هذا. خلفيدك الحين المراقب يمثل منو بالمباراة؟ يمثل الاتحاد انا وياك. شكرا خلاص هذا أنت أروح حق رئيس. محمود تبي المراقب هو يراسل. الصحه وراسل الداخليه وراسل الصحه. المراقب يجي الملعب يكشف على الملعب، يجهز نفسه. أوكي. لو افترضنا الملعب شبك، لو افترضنا الملعب المراقب اللي سوى اليوم، المراقب اللي سوى اليوم تاخرت الاسعاف، وقف المباراه، ما تلعب له مثل الاسعاف. يعني على مسؤوليه من المسؤول، ترى مسؤوليه الاتحاد من اللي راسل، مسؤوليه الحكم والاتحاد هو اللي راسل. الحين الاتحاد من سؤال، معلش ابو شريد ابيك، كان انت تقول كذي، منو المسؤول بالاتحاد؟ رئيس الاتحاد السابق شت الاتحاد الكويتي لازم يكون مسؤول. قصدي منو الشخص؟ من الشخص المسؤول؟ مسابقات الإعلامية مالت الاتحاد. لا يا لا يا المسابقات قاعد يتكلم عن 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 تأخير سيارة إسعاف، منو يتحملها؟
من يتحمل؟ هذا التنسيق اللي هو اللجنة الثلاثية اللي هي لازم تكون ميل الإعلام. هذه اللجنة الثلاثية أنا أتكلم الآن، المسؤول الأول بالمباراة هو المراقب المباراة، هو البيدة إنه ما يكمل المباراة، يلغي المباراة عدل معدل، بيدة إذا شاف مثلا شيء غلط وحس إن في مثلا الجمهور قط شيء يلغي المباراة عدل معدل، فهو المسؤول. طيب هو المسؤول. أنا بس هذا ما 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 نمى العلمي مو نمى، يعني أحد الإخوان وصل لي معلومة والأمر عند الإخوان في وزارة الصحة طبعًا، الأمانة ما أعرفه، قال أنا موظف في في وزارة الصحة في في مسؤول من متخصصين في موضوع الإسعاف، يقول قبل سنة كانت سيارات الإسعاف، هذا ما ينقل لي يعني والتوضيع عند الإخوان في وزارة الصحة، يقول قبل سنة كانت سيارات الإسعاف تطلع لأي حدث رياضي من خارج أوقات الدوام وتحسب للفنيين مكافأة، أما الآن فالوزارة أوقفت هذا الموضوع بسبب قرار من ديوان الخدمة المدنية اللي يقول إن الفنيين الإسعاف يستلمون بدلات، فلا يمكنهم من استلام بدل إضافي خارج وقت العمل، لذلك الإسعاف تخرج أثناء الدوام، مرات يكون في عمل أو في حوادث أو ما شابه ذلك، فتوقع الإسعاف تتأخر عن أي حدث رياضي أو أي تجمع يتطلب وجود الإسعاف. هذا للتوضيح، وهذه مصيبة راح تصير، مصيبة الناس ما تبي يعني تطلع. يعني بالكويت ما أطلع يعني أساس أن تتكلم هالكلام، لا لا كلامه واضح وتفهمت شو كلامه، هذه أساس المكافأة يعني أنا ما أطلع إيه يعني مكافأة. أول أول كان مثلا لما تيجي المباراة عندك مكافأة، يعطونك يصفون لك مكافأة، بسعود الآن أيوة أولى الملعب مباراة اللي اخذ ما اخذ عليه مكافاه ولا حادث ايوه ولا انت شنو انا هذا هذا اللي برد عليك، عندنا اسعاف واحده احنا بالكويت اي بس اسعاف واحده شنو يعني حق هالمكان مثلا حق هال هل لا لا مو يعني سياره مسعود انت تتكلم في مثلا منطقه انت السال انت بدوله اذا ما يقل عن عندك 200 300 سياره يا ابو سعود انا ما ادري كم عاد سياره اسعاف ما ادري مسعود هذه حلها سهل هذه حلها سهل الأندية المباريات أدش من ضمن المكافآت وزارة الصحة خلاص سكر الموضوع كان في لا لا هو شنو حاطين الحين إن في مكافآت إنه يطلعون بدل شيفت أو شيء الحين دش مجال الرياضي المباريات في الأوقات يحطونها من ضمن راح تصير منافسة يا أبو عبد الله كلام راح يقول لك قبل كان يصرفون لنا الحين مو نطلع مباراة إيه شنو قال لك تصرف لنا مكافأة إيه مسعود شنو الآن شنو إضافي لإضافي الإضافة لإضافة أشيله أحط من وزارة الصحة إن مباريات أدش من ضمن الإضافة الأول مو تصير إضافي ثاني إضافي ثاني الديوان يمنعه حتى إحنا بالوزارة الحين طلع قرار نفس الشيء خلاص حط من داخل وزارة الصحة قرار إن حتى المباريات تضم أدش من ضمن الإضافة الأول هو الحين شو نسوي على كلام الأخ المغرد إن إضافي ثاني يمنع هذا يمنع ويضر الحين ضيعنا من وقت البرنامج تقريبا 10 دقائق بس نتكلم بحالة الإسعاف ببطولة غالية هل يرضاها الاتحاد الكويتي هل يرضاها حتى الجمهور سواء اللي حضر المباراة أو اللي قاعد يتابع رشاشات التلفزيون ما حد يرضى نعم ما يصير هالأغلاط هذه ما يصير على رياضتنا احنا مو ما يصير هالأغلاط احنا بسعود في هذا هذا الكلام اللي احنا قاعد نقوله الكلام احنا قاعد نقوله الكلام يعني انت بدولة معقولة يعني عندك إسعاف إسعافين ما يقل عن 200 يعني مو معقولة انه راح حادث يعني خلص حادثه ويا المباراة بسعود احنا الفكره احنا الفكره مو جانب مو منطق هذا لا لا احنا ترى نتكلم عشان توصل رساله حق الاخوان احنا ترى مو قاعد نتكلم قاعد نطالع الجانب السلبي احنا مو راضين على مستوى ان الرياضه قاعد تصعد واشياء اخطاء بسيطه قاعد تخرب الجماليه دقه تفاصيل بروح لفاصل وبعدها سندخل في مباراه العربي والسالميه لكن قبلها انا خل اشيد في طبعا الاخوان في اللجنه الاولمبيه الكويتيه الان قاعد يجهزون لاستضافة دورة الألعاب الخليجية الثالثة واللي إن شاء الله ستستضيفها الكويت الشيخ فهد الناصر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ما أدري إذا الفيديو مجهز أوكي عيل عموما خلنا نتكلم عن هالموضوع بعد الفاصل صبحكم الله بالخير الخبر اللي ذكرته قبل الفاصل الأخوان في اللجنة الأولمبية الكويتية وعلى رأسهم الشيخ فهد الناصر الصباح وقع عقد اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة التمدين لدعم استضافة هذه الدورة طبعا حضر التوقيع رئيس التنفيذي لمجموعة التمدين أخونا محمد مصطفى المرزوق أنا أشكر الأخوان في مجموعة التمدين على دعمهم لاستضافة الكويت لهذا الحدث ودعمهم للجنة الأولمبية الكويتية وهذا أمر مو غريب على شركاتنا في المساهمة في تطوير الرياضة وفكرة طيبة أيضا من الشيخ فهد الناصر اليوم أمر طيب بالتأكيد
حضوره شخصيا، هذا يعطي ايضا انطباع انه هو مهتم في هذا الموضوع وانه مقدر الاخوان في مجموعه التمدين على هذه الرعايه وهذا وهذه الشراكه. نروح لتقرير مباراه العربي والسالميه مع فواز صلاح. استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة كان مسرحا لقمة مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة أغلى الكؤوس بين العربي والسالمية. المواجهة تأخر انطلاقتها 35 دقيقة لعدم وجود سيارة الأسعاف. اللقاء أداره الحكم البلغاري دراغون. العربي من هجمة مرتدة كاد أن يسجل هدف التقدم من فرصتين، الأولى أبعدها الحارس عبد الرحمن الفضلي والأخرى مهدي دشتي. الرد السلماوي كان قاسيا وجاء من رأسية جمعة سعيد الذي سجل أول أهداف المباراة. الحكم دراغون وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء للعربي نفذها السنوس الهادي والعارضة تتصدى للركلة، لينتهي الشوط الأول بتفوق سلماوي بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني العربي حاول عن طريق صولة وكاد أن يسجل التعادل لولا براعة المدافع بدر جمال. ومن سلاح المرتدات استطاع مبارك الفنيني أن يضيف ثاني أهداف السلماوية. ومن هذه اللقطة تحصل محمد الهويدي على البطاقة الصفراء الثانية ليغادر أرضية الملعب. العربي استطاع أن يقلص الفارق عن طريق البديل جوبي. الأخضر بالدقائق الأخيرة يرمي بثقلة على مرمى السالمية لتعديل الكفة، لكن المحاولات لم يكتب لها النجاح حتى أطلق الحكم صافرته بانتهاء المواجهة بفوز سلماوي بهدفين مقابل هدف. راحت منا بالكاس ولعت، كنا مع العربي نتغوي، فريق العربي فريق بطل وفريق قوي للأمانة، يعني ما نقدر نتحايل إلا بهالشغل هذا، يملكون لاعبين مهاريين جيدين ولكن احنا نملك أيضا أسبوع لاعبين أدوا دورهم بشكل كبير على أكمل وجه. صدق إن دافعنا ولكن كنا خطرين أيضا في المرمى وسجلنا هدفين. أقول مبروك للأبطال لأولاد اللاعبين هذين أمام فريق بطل مثل العربي إلى المرحلة القادمة. رد الهويدي، أقدر أسمي صارت لخبطة ما بين يطلع أو ما يطلع، جهاز فني بدله، جهاز إدارة قال له أصبر، يعني من هالنوع. ثبك الهويدي محمد الهويدي، خسرنا لاعب مثل محمد الهويدي ولكن إحنا نتحمل المسؤولية في هذا الأمر. والله استحقنا الفوز، كنا الأفضل واستغلنا الفرص، والكرة الأخيرة بالتمرين، كل بالتمرين أنا سكر والقوتي فتمشي وتمشي، فهذه قريت اللعبة هذه. كنت متوقع يعني أنا كل مرة أسويها بالتمرين. فاللاعبين يقولون لي حارس فالحمد لله صرت حارس اليوم. تدري مباراة كؤوس العربي فريق كبير، ولا زلت أقول إن العربي أفضل فريق آخر موسمين لحد اليوم، يملك أفضل لاعبين بالكويت، ممكن يقلب مباراة عليك أي نتيجة، أي لحظة يقلب مباراة عليك. محمد جاي أمام النصر، النصر فريق مو بالسهل، ومدرب محمد مشعان كان بالسالمية. يعني النصر فريق متطور بشكل سريع جدا، مدرب متمكن، أنا اشتغلت وياه، لعبنا معه مباراتين فزنا بصعوبة وممكن ما كنا نستحق الفوز في المباراتين عن النصر، لكن إن شاء الله يعني اليوم خلص المباراة نفرح فيها، مباراتنا إن شاء الله بعد العيد وطموحنا إن شاء الله إنه يعني منافسة على اللقب. أحمد آخر سؤال، الأقاويل اللي ربطت كارلوس بالسالمية؟ لا لحد الآن ماكو أي شيء، إحنا ما انتهى الموسم بالنسبة لنا، بعد نهاية الموسم يعني نشوف ملف المحترفين بإذن الله. كتيبة الجنرال محمد إبراهيم أطاحت بالعربي وتضرب موعد مع النصر بدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير. فواز الصلال لبرنامج الديربي. صباحكم الله بالخير، مبروك مرة أخرى للسالمية، هارلك للعربي. شكرا أخوي فواز الصلال. يعني مع ختام الدوري والموسم بالنسبة للعربي، يعني هي ملاحظة بسيطة وتتكرر بعد كل مباراة، لما يخسر فيها العربي نرى عدم خروج أي يعني شخصية تتحدث عن هذه المباراة. أنا كلام موجه لأبو عبد الله، لو فرضا إحنا في دوري محترفين، لا فرضا طبعا إحنا مو دوري، لكن اليوم فرضا حط يعني جهز نفسك إن أنت في دوري محترفين، يفرض عليك دوري المحترفين إن بعد كل مباراة لازم تطلع حق وسائل الإعلام لاعب مدرب إداري لازم تهين. يعني باكر في كاس الاتحاد الاسيوي لو لا سمح الله خسرت، يعني على بالك تقدر انه ما تطلع لاعب ولا ما يطلع مدرب ولا ما يطلع
ابو عبد الله ترى احنا غطينا بطولات وانت غطيت ورحت، المنسق الاعلامي يجيك يقول لك الصحفي الفلاني يبي لاعب رقم 10 لاعب رقم 17 وحارس المرمى، ما تعطيه واحد تعطيه اثنين اوكي، بس ما مو من حقك تقول له ما نطلع لك ولا لاعب يغرمك، فانت لازم تهيئ نفسك يا ابو عبد الله حق هالامر، حق مشاركات العربي الخارجيه، حق مشاركاتك لو صرنا دوري محترفين، ما يصير هالسيستم، مو بس العربي، انا اتكلم عن كل الفرق الاخرى يا اخي، خلينا نبدا نتعامل باحترافيه مع الاحداث. اوكي خسران دور الثمانيه، فريقك يعني مو سيء، ما انطقيت خمسه ولا سته، المباراه اديت اللي عليك، اطلع لاعب خلي يقول اللي عنده، هار لك اشكر الجمهور اللي حضر، اطلع اشكر هالجمهور اللي جايك يا ابو عبد الله، يعني انت اخونا الكبير، وكل مباراه انا اقول هالملاحظه بس ماكو فايده، بس عموما الموضوع عندك يعني سعود، يمكن عشان لا يتنرفز لاعب يقول كلمه بها، لا مو لازم يعلمونهم بو لا يمكن يعني في فكره مثلا ما اخذها اجهز من اللاعبين اللي مثلا احس انه هو، اقول لك ابو سعود يعني انت اليوم يعني انت الحين يمكن خوش كلمه قالها كابتن شاب، قال ان الفتره اللي فاتت العربي توه صاعد من يعني من نجح مجلس اداره هذا، تشوف عمليه كلها سير قاعد تصير تغيير، ترى القادم افضل، يعني الموسم الجاي راح تشوف العرب ان شاء الله اكثر. احنا لا وهذه يمكن منك انت هي عتب اخوي، لكن صدقني يمكن تشوف وجهه نظر تكون شويه انه راح يشوفونها الحسبان وراح ترى ينظرون لها النظره، وعندك لاعبين خبره ابو عبد الوهاب، اي صح، يعني انت عندك الشباب عندك سيف عندك يعني اسماء، سليمان عبد الغفور، يعني معقوله سليمان عبد الغفور بيطلع بيخربط؟ لا لا ما شاء الله، بيقول كلمتين سليمان يشكر فيهم الجمهور كابتن وغاد، ويعني شوف ثق تماما كل لاعبي الكويت لو تقول له اطلع يطلع حتى لو كان خسران، لان عندهم ثقافه، ولكن يبي من المفترض اذا ما كان تطلع من اداريين الفريق على الاتحاد انه يضع بلائحه مسابقات هالجزئيه، لا تطلع حق الاعلام، شو المشكله؟ انت اسعاف الحين مو راضي يحلون، لا معليش عشان نطلع برا، والله كلامك صحيح محمود، شوف على بس بقول محمود كله يعني ما له داعي ان الاداري يمنع اللاعب حتى لو خسران، حتى هو شوف خسران. مثل ما قال عبد الوهاب وجهه نظر ممكن فيها نوع من الصحه، خاصه اذا كانوا لاعبين صغار، بس انت اليوم عندك يعني مجموعه من الخبره، عندك لاعب خبره، طلع الخبره، احنا نقول القادم راح يكون افضل، وراح يعني شوف لا تلوم في شغلات كانت شويه بيلها تعديل داخل، انا اتكلمك عن النادي العربي دام انه ابو سعود انت جبت اسم النادي العربي، في امور لازم تصير تنظيميه، وايد امور فيها تنظيميه لازم تصير داخل النادي، النادي الحين صار له سنتين قاعد يعدل، صحيح الموسم الجاي اقول لك هذا العتب اذا بتقوله راح تقوله وبقوه، لانه خلاص ما عندهم شيء يعني اقدر ابرر، حتى انا ما اقدر ابرر، لكن صدقني للموسم الجاي راح تلقى خمسه سته يوقفون عند الصحفي ويقدر يتكلم، لكن في عمليه انت عندك 18 سنه في شغله لازم تعدلها، بتعدلها بسنه بسنتين، صحيح الحين السنه الجايه راح تشوف شغله، وانا اقول لك جزاهم الله الف خير، اطلعوا ببطولتين وهذه بطولتين الحمد لله، انا قلت لك ما خسر خمسة وستة، صحيح ومستوى سيء بالعكس، اخر دقيقه بالمباراه كان في الهدف، صحيح يقاتلون فيها يعني. ابو حمود قلت لك استحقيت الفوز، وهار لك طرد محمد، راح اتكلم عن طرد محمد بالجزئيه الثانيه، اول شيء نقول هار لك لفريق العربي مجلس اداره والجهاز الفني والاداري واللاعبين، ومبروك مجلس اداره وجهاز اداري وفني ولاعبين نادي السالميه بمباراه انا اعتقد السالمية خذ اللي يبيه من المباراة، ولكن كأداء فني أنا أعتقد كان العربي أفضل بالمباراة سواء بالشوط الأول أو الشوط الثاني، ولكن تدري هذه مباراة كؤوس، عادة على قولتهم المدرب يحصر يبي يحصل على الفوز بأي شيء، فبأي يعني بأي طريقة، وبالتالي قدر أنه يفوز على النادي العربي 2-1 ويحصل على يعني بلوغه للدور الأربعة، ولكن مجملا انا يعني الطريقه اللي لعب فيها محمد كابتن محمد ابراهيم معتاده كالمعتاد، يعني يلعب 4-4-2، ولكن كنت استغرب ان لاعبين النص مهدي دشتي وفواز والهويدي ما كانوا يستلمون من الدفاع، يعني للدقيقه 25 اللعب قاعد يصير من الدفاع، كره طويله حق جمعه سعيد ويكملون الاطراف زويد فنيني فواز، زين ليش قاعد اسوي كذي؟ انا العربي قاعد يعطيني يلعب ويعطيني مساحات اني انا العب مع العربي، يعني انت شو اللي يعني شو اللي يعني ما العربي يعطيك كل شيء بالمباراه، معطيك مساحات، معطيك توصل بريحيه، ودليل على حتى تسجيل الاهداف، ولكن احنا شفنا
كان شوط يعني خلينا نقول نص ساعة الأولى من الشوط الأول كان سالمية تايه بالمباراة، ما كان داخل المباراة للحين جو المباراة. العربي لعب استحوذ ولكن سوء الحظ الطالع اللي بإضاعة الفرص كان واضح، ويمكن أنا أتوقع كان ممكن يقلب نتيجة لو كان متعادل أصلاً بالدقائق الأخيرة، ولكن اللهم لك الحمد إنه فاز سالمية. أما بالنسبة حق طرد محمد، طرد راح نحطه بعد شوية عشان تعلق عليه. أبو عبد الوهاب ليش خسر العربي اليوم؟ لا اليوم العربي لعب بالنص، وأنا يمكن لاحظت شغلة بما حطت التشكيلة، لاحظت علي خلف قاعد يلعب يم سلطان، أن طريقة اللعب أنه كان ارتكاز. اكتشفت أنه باللعب هو عملية ضغط، يمكن حتى محمد خوش كلمة قال، وأنا اكتشفت شغلة، اللاعب المحترف اللي قلت لك اسمه المدافع مندي، مندي شوف راده قلب، وثلاثة شباب حاطهم بالنص، يعني الاستحواذ صار ضعيف عند نادي السالمية، وكانت فرصة لنادي العربي أن فكرة المدرب ولاحظ الأهداف أن سلطان صار بروحه، لكن إحنا يعني أنا أقول لك إياها، ضربة يعني ضربة الجزاء اللي ضاعت وبدايتها الهدف الأول، يعني حتى يعني قناة الكويت الرياضية حكم حط أنها هي أوفسايد، أصلا طريقتها بينها واضحة أنها أوفسايد، لكن احنا اذا بنتكلم بنقول ان انظلم ما انظلم، الحين المباراه انتهت وراحت حق السالميه، ونقول لهم الف مبروك فوز نادي السالميه في المباراه، وهارد لك نادي العربي، والحمد لله طلعوا لاعبين العربي مرفوعين الراس، نراجع بعض الامور في الفريق، لان اسلوب النادي العربي الان راح يتجه اتجاه اسيوي يعني، وخير دليل لاخر دقيقه للفريق استذباح وكرات خطره ضايعه، وسببت هذه يعني اليوم انت هذه الاخطاء اللي قاعد تتكرر فيها بالملعب، اضاعه الفرص، هي لازم يصير في صبر بالدفاع علشان الاخطاء البسيطه، يعني شوف هدف الفليني يعني خذوها مثل على غفله من الضغط اللي صار حق الفريق، هذه دروس راح نتعلمها حق المباريات الجايه ان شاء الله. هو طيب هو هو سحب لاعب النص، يعني اساسكم بالصوره اللعبه الجايه ويا اسيويه راح يلعبون المدرب العربي، يمكن يعني معلش هو خسران اثنين، سحب لاعب بنص الملعب لاعب رقم 9 كمهاجم، لانه خلاص هو بالنهايه خسران اثنين نفس خسارته بعشرة، فقال انا خلق ابادر بالهجوم على اساس انه ممكن اطلع اسجل هدف واسجل الهدف الثاني، ولكن الشيء الحلو بالتنظيم اللي سواه محمد ابراهيم انه لعب على الهجمه المرتده، غير اسلوبه قام يلعب على الهجمه المرتده، وهذا اللي جاء منه الهدف الثاني، ولكن طبعا حتى الهدف الثاني يعني في توفيق كبير لمبارك فنيني، يعني انت تتكلم عن حارس كبير، ولكن انا الشيء اللي لازم يعرفونه حتى الاداريين، غفور ما عليه يمكن الحارس الاول بالكويت، ولكن مو بالضروره انه ممكن يلعب هالمباراه شيء، لانه توقف وايد اصابه فتره طويله، وكان العوضي قاعد يؤدي حتى لاعب اللعبه اللي قبلها هذه ادري، بس حتى انا اتكلم شنو حتى اللاعب ما كمل، نعم ما كمل صحيح، وبالتالي هو يبين لك عدم جهوزيه قفور. نعم. انا قلت لك هو الحارس الاول، ولكن كان الماب اولى انه تعطي العوض يلعب نفس ما صار بالسالميه. طيب. يعني خلى نواف المنصور دكه ولعب انت يا الشاب عبد الرحمن الفضلي. نعم. نعم. والفضلي يعلم الله انا كنت حاط ايدي على قلبي، مو لانه سيء، هو حارس مستقبل حق سالميه، ولكن هو قاعد يلعب قدام نادي العربي. صحيح. في مباريات في لاعبين ما تلعبهم صغار، ولكن انا اتكلم عكس العوضي، العوضي لعب قدام الكويت، لعب قدام السالميه، لعب قدام الكاظمه، لعب كل مباريات كبيره، فخذ وضعه بالحراسه. نعم. الهدف الثاني لو كان انا وجهه نظري الهدف السالميه الثاني لو كان العوضي ممكن ما يدش، ولكن يبين لك هذا عدم جهوزيه غفور. طيب ابو احمد، يعني ادري طبيعي ما شفت المباراه، لكن نقول لك هارلك كعرباوي ما في شك. لا والله شفتها، انا شفت الشوط الثاني يعني كله، كنت اتابع. نعم. يعني انا هم من قلبي العربي، لاني انا عرباوي كضماوي للامانه. نعم. انا اكون صريح معك، حزين خروج العربي وفرحان فوز كاظمه. نعم. اقول هارلك للعربي وقلت لك للسالميه، استحق كل فريق فائز يستحق الفوز والتاهل لدور قبل النهائي، يستاهلون السالميه، لعبوا اجاد بغض النظر ان العربي استحوذ، دائما الاستحواذ مو كل شيء، ولكن في الاخير النتيجه مثل ما تفضل محمود هاي مباراه كوس. طيب. لكن انا شيت هم على التبديل بعد اصابه الفضلي، لما ينزل حارس خبره مثل نواف المنصور في اول كره من علي خلف كانت نتيجه 1-0
يشيل الكرة بردة الفعل هذه كان متجه لليمين بلحظة يشيلها ويشيل الكرة الثانية في الدقيقة كانت 2-1 المحترف الأفريقي بالهيد داخل الستة ويشيل الكرة تأكد أنه دور له دور كبير يعني لابد أني أشيد فيه أنا يعني شجاعة صارت كحارس مرمى شجاعة بالذات تدري أنت بعد وهاب الحارس لما ينزل بديل ترى يدش متوتر يعني في الرهبة يحتاج فترة بحمود على ما يجي جو المباراة فللأمانة أشيد بيده وأقول له قلت لك نواف يعني أنت حارس خبرة والأداء اللي قدمته بعد نزولك حقق نتيجة إيجابية للفريق عطى دافع للاعبين إن حارسنا موجود ورا دائما الحارس لما يكون بالفورمة أنا ليش قلت مساعة قبل تحت الهواء لازم الحارس يكون عنده استمرارية ويكون هذا لأن الحارس لما يكون عنده استمرارية تأكد وجوده بالجول راح يكون له ثقل والكرة هذه هي ثقل نواف المنصور اللي عطى دافع إيجابي للفريق الاستمرار وحقق المراد مبروك بحمود هارد لك بعد الله طيب أنا بشوف اللقطتين اللي تطرق لهم أو الثلاث لقطات تحديدا أنا صار في جدل حول هدف السالمية الأول والثاني وايضا لقطه الطرد خل نروح حق الهدف الاول للسالميه هل هناك في موقف تسلل قبل الهدف ام لا شو تقول دكتور شوف اول قبل ما تطلع الكره من لاعب نادي السالميه نص الملعب كان زويد متسلل بس مع تحريكه اللمسه الثانيه قبل ما يلعبها كروس صار قبل صار الدفاع مغطي ارجع راح تشوف الدفاع مغطي بينه وبين انا حتى الحد قاعد اقوله بينه وبين يمكن يعني فيت بالضبط بينه وبين لما طلعت الكره خلاص طلع ما في اوفسايد مو احمد شو تقول والله انا اشوفه فيها اوفسايد بس هو هدف سليم زويد متسلل يعني انا يعني بس قصدك الهدف سليم ان ان عدت الشوط بس اشوف ان فيها طيب انت شو تقول ابو شريده والله انا اقول شوف يعني ما تقدر انت تقول تسلل ما تسلل بس احنا بنرد على شوف ان الهدف هل الهدف صحيح دشت الكره ولا ما دشت الكره دشت لا دشت هو احنا نتكلم عن تسلل ولا مسلل لا 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 هي خلي تسلل خلي يرجع تسلل عزيز ايه تسلل ابي يرجع بس العزيز راح ترجع والله ابو عبد الوهاب انت شو تقول احنا اذا بنتكلم عن كامل المحيطه احنا ما نتكلم هني اول شيء التسلل يا من شغلتين الشغله الاولى ارسال الكره الشغله الثانيه القانون يمكن حتى اليوم ريال مدريد شيء مبارك حق المدريديين الدوري الهدف الرابع اللي لقى احد اسباب الغائه مهاجم ريال مدريد كان امام المرمى منو اللي هو اقرب للمرمى السؤال يقولك بالتسلل الاقرب للمرمى هو المتسلل لان انت لما ترفع الكره القانون الجديد للحكام ويت اند سي ويت اند سي يعني كل اللي امام حارس المرمى الاقرب هم متسللين بعد زويد هو كان متسلل لان الكره مار يعني شوف ما طلعت من ريله هو متسلل شلون متسلل في لاعب عربي ما وين اللاعب كاهو خط نص 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 شو اسمه نص محمد ابو محمد اللاعب اللي على الطرف الشمال واليمين والاثنين اللي بالنص كلهم متسللين يا بعد راسي وفوق حكم يقول لك والقانون يقول لك الاقرب للمرمى اي واحد متجه الى المرمى الاقرب هو الاوفسايد الكره وين من اللعبه الحين تجي تسلل الكره تسلل طلعت من ريله ما طلعت من ريله لاعب العربي مسكر اربع لاعبين من اخر واحد من اخر واحد لا ابو محمد اربع لاعبين متسللين مو واحد متسلل الاقرب هو وشوف الحكم وين واقف يعني هذا الوقوف الحكم اصلا لازم يرفع على القانون الجديد مال التحكيم اذا انت بتقول قانون التحكيم الجديد المفترض جول الكويت لنحسب على النصر تسلل اللي دش فيها يوسف ناصر اذا انت تقول على كلامك نفس هذا لان كان الاقرب عند الجول يوسف ناصر طيب فانت هني على خط يعطي العافيه المخرج حط المسطره اوفسايد ومو اوفسايد لا طلعت انت واقف اوفسايد قاعد تصور طلعت من ريال الكره اكيد ارباوي اكيد ارباوي الحكم العسعوسي يعني الحين خلينا ندش العسعوسي قالها قانونيا هي الكره متسلل فيها اربع لاعبين متسللين بتجيها للقانون الجديد الاغرب ويتنسي الاقرب اذا ليش ما رجع للبار رايك ليش ما رجع له الحكم شوف الحكام الحين بالدوريات الاوروبيه لازم تعرف في مشكله ان احنا لازم نمشي على اسلوب الدوري الانجليزي ما يمشي على الفار الا هو يطلب الدوري الاسباني هو رجع للفار ابو عبد الرحمن مو راجع هو رجع للفار انه عدت ولا ما عدت ما رجع للتسلل اذا رجع للفار مثلا هل الفار اعطاه اللقطه المناسبه للاوفسايد اعطاه عدت ولا ما عدت لاني انا سمعت احد الحكام
انزين في احدى البرامج يقول شنو مرات الفار يعطيني لقطه من وراء المرمى. طيب يعني ما قاعد في الفار مرات اذا بنرجع ترى مو لازم نعرف شغله والكل يعرف هذا الاتحاد لازم يطبقها ويقرر يا انك تخلي الحكم بالملعب يطلب الفار او الفار ينادي ترى في كل اتحاد او كل دوري له اسلوب. طيب هو قال للفار بس هو يطلب هذا الفار هيكون من ضمن القانون الكره هذه متسلل من ناحيتين من ناحيه الاقرب للمرمى ومن ناحيه اللاعب ولما لعبت الكره اربع لاعبين متسللين معقول الحكم واقف ما يطالع الاربع هذا طيب. والله قوي اللي يشوف اللاعب يلعب الكره والاربع طيب احنا نتكلم طيب. تسلل دشت وسجل هدف انت انتهت المباراه بهدف ما اقدر احتج عليه طيب تكلم غيرت مجرى المباراه راي 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 ابو عبد الوهاب يحترم نروح للحاله الثانيه الهدف الثاني ايضا يعني يقولون انه تسلل ما يصير من حارس مرمى تسلل لا هدف ما في ما في شيء هدف سليم شلون حارس مرمى يعني واحد يوقف بالضبط المرمى قرر طالع شوف وين واقف فنيني لعبه لعبه نواف شوف لعب نواف طلع هو كان قبل خط النص قبل خط النص مو اوفسايد لا قبل خط النص لا هدف سليم ما في شيء هدف سليم ما ادري بس الظاهر لا ابو عبد الوهاب شوف هو لو يلعبها كان شوف هني الكره طلعت من ريل نواف قبل خط هو قبل طلعت الكره من ريل اللي تطلع من ريل ضربه المرمى احنا الكره اذا هو بالاوفسايد اي ماشي بس قبل النص بس الاثنين قبل النص الاثنين قبل النص احنا هذه يمكن يعني انا اشوفها انا ما اشوف فيها تسلل اتكلم عن الاولى اللي غيرت مجرى المباراه يعني هذه يمكن اوكي شوفها انه واقف قبل النص والكره طلعت أوكي. من ريل المنصور يعني اروح حق اخر حاله الطرد ابو محمد شوف الطرد انا اتوقع يعني معلش يعني خلينا نتكلم بكل اريحيه اليوم احنا نطالب بحكام اجانب ولكن اكثر نادي تضرر من حكام الاجانب الساميه هالسنه طلعنا من كاس ولي العهد من حكم سوداني ما ادري ما ايش مش لا اثيوبي واليوم يعني حصل طرد وهذا الطرد في اغلاط مشتركه يعني اول غلط مشترك هو من مدرب الفريق مع احترامي بنواف او مساعده داح الهاجري اثنين الغلط الثاني من اداريين الفريق ثلاثه من مراقب الفريق مراقب المباراه اربعه كله حط على المراقب اي خلف ايدك لان تبلش حط على المراقب قدوم المراقب لا تبلش حط شكل المراقب التغيير خلف ايدك المراقب تجنا ما قالوا له هم المشكله شو المشكله اللي صارت هو مو تاخير محمد انه بيطلع برا الملعب لا مو تاخير قال حق محمد اوقف مو انت راح تبدل نايف زويد راح تبدل زين هو كلاعب بيسمع اكيد الاداريين اوقف زين اوكي انت اداري ليش ما استخبرت من مدرب الفريق انه يبى نايف زويد بدال محمد الهويدي هذا واحد ما لاش خلف ايدك خلف ايدك ما له شغل علم لا خلف ايدك المراقب شنو سوى المراقب المراقب شنو سوى لما يا يوسف الجاسم يقول حق انت يا حكم الرابع يبقى مو التبديل هذا راح نبدل نايف زويد بدال محمد الهويدي طمر انت يا مراقب المباراه قال ما يصير شكو تقول ما يصير شنو ما يصير صح. انت شكو تدخل نفسك يا مراقب فانا اقول لك ليش ما يصير اوكي لان انا لما ابي استبدل لاعب مثلا الحين انا ببدل شهاب ببدل كابتن الشريده اوكي شنو اسوي؟ اجيب ورقه جاب ورقه هو اي ورقه مسجل منه حبيبي معليش قال محمد باقي الورقه منو مسجل فيها؟ اسمح لي ما يصير انا لفظي اقول لا 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 لا, لا, لا. مو راضي يعطيهم الورقه مو راضي يعطيهم الورقه ابو عبد الوهاب ما يصير مو هذا اللي احنا قاعد نقول انت ليش ما اعطيتهم ورقه؟ اضافه على ذلك الحكم يعني الاداري المخطئ مو المراقب خلف ايدك لا المراقب ان انت ما اعطيته الورقه انا الحين انا سؤال انت كحكم مباراه حكم مباراة انت عندك 30 ثانيه بالتبديل اللي انت تعطينا اياها كاكسترا بعد بالوقت الاضافي صح. عدل معدل صح. انت سويت كذي حكم سوى كذي انا عندي الوقت صح. قال لهم لما يشوف ان في مشكله صايره على التبديل المفترض يحاكي الرابع او يحاكي حكم رابع شو السالفه خلي يعرف انت عندك الوقت ليش اعطيت العربي 9 دقائق ابو محمد عسى طاح اللاعب محمود اسمح لي انا بس محمود ما خاف كلمه مراقب المباراه هذا ما له شغل باللي قاعد يصير لا 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 مراقب هو الضغط يعطون الورقه حق التبديل الثاني اللاعب البديل واقف على الخط صح ولا يعني معناته الورقه راح الورقه وراها حق منو بيطلع بعد خطا اداري شو المشكله انا ببدل او اسحب اللاعب اللي انا بدخله صح. اسحبه اغير الورقه مالتي وبعدين انا بعد راسي هذه صح هذه جزئيه ولكن انا اتكلم عن الجزئيه الحاليه اللي انطرت فيها محمد
مو لانه ولدي محمد ترى والله العظيم انا اتكلم لا عشان ولدك بالغلط لا والله انا اتكلم الحق لانه انظلم محمد بالطرد لو كان محمد هو مثلا منه مثل متاخر طاح بالملعب قام يمشي كلامك اقول والله اي يستحق ينطرد ولكن محمد بيطلع مو راضين يخلوني اوقف احنا من غير محمد يعني خطا منه يتحملها الاداريين اداري الفريق اداري هو اللي يتحمل انا ايش قلت لك مو المراقب يا بعد راسي المراقب اداري هو اسمح لي اسمح لي المراقب رفض انه يعطيهم الورقه اللي اعطوها حق الحكم هذا هو يتحاسب فيها ليش رفضت ليش رفضت انت ما صارت وياك انا حسول انا بطلع من الملعب لا لحظه ما نبي نبدل الحين لو نكون عندنا كورنر ما ببدل الحين انطر لما يصير الكورنر عدل ما عدل تصير ما تصير زين شنو اللي وقفه شنو الحكم الرابع اللي ماسك الرقم لما يقول لك الحكم الرابع الحكم الرابع يرجع بالضبط لكن الحكم الرابع واقف ومراقب المباراة واقف المشكله حكم الرابع قاعد تمشي واصل يعني هو حكم الرابع ما تتكلم بيد الحكم الرابع مو بيد المراقب لا تبدل الورقه انت وين توديها ورقه انت تبي شريده بقولك شيء الورقه تبدل وين توديها خل افيدك احنا قاعد نطالع ورا التلفزيون يعني انا قاعد اشوف ورا التلفزيون كواحد من الجمهور لما انطرد محمد انا اول شيء عبالي ان محمد هو متسبب بس لما رفعت السماعه تضحك غير كذي اول شيء انا قلت لك السب اول شيء مشكله بنواف ومساعده لان انت لما تيجي تبدل تقول بدل فلان خلاص يعتمد اسمه ما يصير تبدل يعني حزت الحزه اذا شفت واحد متعور ممكن تغير رايك ما يصير لاعب واصل للخط تقول لا انا ببدل طيب هذا ابو محمد بس انا اتكلم جسمي راح ان شاء الله لا راح ان شاء الله لا 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 وانا اقول شيء اوعدك اوعدك انا خليني اقول شيء وانا من مكاني ان شاء الله انا اقول شيء انا من مكاني المفترض نادي مدير فريق نادي السالميه يحتج على الحكم الرابع والمراقب برفضه ان انت ليش ما رضيت بس شوف خليني اقول لك شيء انا اتكلم عن حكم المباراه عزيز حكم المباراة متنرفز من بداية المباراة ومتنرفز المشكلة معلومة والله كلها من الإسعاف أخرتوا ساعة على ربع الإسعاف معلومة يا إسعاف الحكم تحسن لحظة احنا ما خلينا الاتحاد ما خلى 45 دقيقة يقول له راح الدوري العراقي أفضل خلا فيدك ساعة على ربع إسعاف انت كحكم يا بلاش يا حق دوري محترم ويا حق دوري خلاص اوقف ساعة على ربع ماشي هذه غلطة صارت ولكن انت كحكم ليش متنرفز اول نص ساعة حط ست لاعبين من الاسلاميه استغرب الاوضاع اللي قاعد تصير استغرب الاوضاع اللي قاعد تصير انا محترف يا بحكم انت خليك مكانه يا ابو حمود يعني ما تنرفز انت خليك مكانه ما انا راسي بشريته انت الحين سؤال يعني ياخذك تحلل اي قناه برا يا دكتور تاخر عليك الهواء تزعل ما تزعل المفترض لا ازعل لا 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 ازعل شلون ازعل دكتور الحكم جايبينا يحكم ساعه ونص ومقاعدين بالملعب ساعة يعني ساعة ايش تبي سوى لازم اكسر يعني مكان في شغلة في شغلة كده انت بعطيها الساعة ونص في نوع مو بعطيها على الساعة محمد في على الحالة هذه يمكن راح اختصرها بكلمتين طيب. في شيئين في ايحاء انك انت تشوف بالحركة مالت الايد وفي شغلة اللي هي داخلية طيب. انه واحد يقدم ورقة ولا ما يقدم ورقة اللي احنا قاعد نشوفه كلنا واللي نعرفه بديهيا وكلنا لاعبين ان ما يتبدل لاعب ويوقف عند هذا رفع الا الورقه مسلمه حق حكم الرابع طيب. غير كذي خطأ من خطا راح يكون اداري وفني من فريق السالميه هذا اللي قلته ما عندي وقت مراقب ما عندي وقت لا المراقب رفض يعطي لي ورقه هذا اللي انا اتكلم عليه هذا اتهام لا اتهام اقول لك شيء انا اقول لك شيء على 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 رئيس النادي والاداريين يرفعون تظلم طيب بالعكس قبل مراقب الحين راح يشتكي على مدير الفريق ومدرب الفريق احد الاخوان الاعزاء ما راح اذكر اسمه طبعا زودني بصوره طبعا راح تحرق قلب جاسم الهويدي وقلب مبارك الدوسري وربعهم طبعا كلهم هذه الصوره هذه الصورة هي اللي تثبت شرعا وحقيقة ومنطقا وفعلا ان النصر لعب في بطولة العالم للأندية عن جدارة واستحقاق هذه التذكرة اللي امامكم تذكرة مباراة بطولة النخبة السوبر الآسيوية اللي كانت بين النصر وبوهانغ الكوري الجنوبي اللي اقيمت يوم 22/8/1419 تذكرة كانت 20 ريال يعني مشكور على هالوثيقة صراحة هذه وثيقة تاريخية اللي ألف علينا نفس ربع مبارك الدوسري وربع الدكتور دعوة ما دعوة خرابيط شوف بذراعة الفريق تأهل بذراعة وعن جدارة واستحقاق
وأصبح أول عالمي في قارة آسيا وفي الخليج وفي الوطن العربي وفي المملكة العربية السعودية. كحل عيونك يا دكتور، كحل عيونك يا مبارك الدوسري، يستاهلون. مشكورين، وصلنا الرساله، تفضل هديه للدكتور العالم والعالمي. صار كذي، ها هذه تحيه حق والله والله مشكله والله. هذه هديه ايضا، نشكر الدمخي العود والبخور ابو بدر، كثر الله خيرك. ما اختلفنا، اللون الوحيد اللي اصفر اشجعه بحياتي اللي بحياتي انا اللون الاصفر، احترامي للجمهور القادسية. اللون الوحيد اللي اشجعه بحياتي بالعالم كله نادي النصر السعودي بحياتي كلها. كفو كفو ماجد عبد الله، كفو يا ابو عبد الله. ان شاء الله ان شاء الله مثل ما عاد كاظم عاد العربي سعيد. الاهلي لازم يعود السنه الجايه. والله ان شاء الله، والله اللي يصير مو طبيعي. لازم الملك يعود ان شاء الله. لازم الملك لازم. عموما قبل اختم ايضا، بما ان تكلمنا عن ريال مدريد، الحساب الرياضي اللي اخترته لكم حساب ريالي لاخونا شاهين ميركاتو. شاهين طبعا يتابع ويغطي كل ما يتعلق في اخبار ريال مدريد، ايضا فيديوهات، تصاريح، احصائيات، ارقام. حساب متعوب عليه من شاهين، الله يعطيك العافية، والله حساب مميز. فدعوة للريالية أيضا يتابعون هذا الحساب المميز، الله يعطيك العافية يا أخوي شاهين. وأيضا يعني في رأس الصفحة صورة جميلة للمبدع دائما كريم بنزيمة مع هالبطولات صراحة. اليوم بعد بحمود ترى غير فوز ريال مدريد، يعني جمال مبارك ترى بالجروب مراد يرد علينا، ما جي خاف اختفى شيء، اللي لحد يلقاه يبلغنا ترى ناطرينه يرد. واللي هنا ترى حتى كريم بنزيمة بارك لنا حق العيد بعد حق المدريدين وحق العالم كله. يستاهل يستاهل. تفضلوا على سحورنا الأخير. أشكر الأخوان في مطعم السبعينات اللي ما قصروا معنا خلال هذا الشهر الفضيل المبارك في هذا السحور الطيب، كثر الله خيركم. والله يعطي عافية عم عبدو، تعبناه عم عبدو، يقول له هارلك معلش الأهلي. اي والله لا مستانس، هو عشان الحين صار زملكاوي. زملكاوي بس زمالك حديد يعني. الله يكثر خيركم يا السبعينات. الشكر لجميع القائمين على مطعم السبعينات، ما قصرتوا، وفيتوا وكفيتوا. نلقاكم باكر في حلقتنا الأخيرة في شهر رمضان المبارك، أيضا مع ضيف إن شاء الله مميز، يمكن ما أعتقد طلع في برنامج رياضي من قبل، راح يكون أول ظهور له في برنامج رياضي. إن شاء الله يعني يحوز على رضاكم، وأكيد راح يحوز على رضاكم ما في شك. إلى اللقاء.